بإمكاننا القول العودة إلى الهدوء الحذر في وسط قطاع غزة بعد قيام المدفعية الإسرائيلية باستهداف مجموعة من المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأدى ذلك إلى سقوط شهيد وإصابة آخرين بجراح مختلفة. والآن يعني لم نسجل أي غارة جوية إسرائيلية على وسط القطاع، فبالتالي هدوء حذر يسود وسط قطاع غزة مع استمرار للتحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية، وبالتالي هذا ينذر بتجدد للغارات الجوية الإسرائيلية، كون هذه الطائرات تقوم برصد كل ما يجول على أرض وسط قطاع غزة، وبإمكانها أيضا الإغارة واستهداف النشطاء الفلسطينيين أو إعطاء الطائرات الحربية الإسرائيلية يعني إشارات بالأماكن التي تود الإغارة عليها في وسط القطاع. فبالتالي حتى هذه الساعة هدوء حذر يسود وسط قطاع غزة. بالتوجه إلى ملف حملة التطعيم، هناك إقبال كبير من قبل الأهالي على نقاط الأطقم والرعاية الطبية في كافة وسط قطاع غزة أو في الأماكن التي تم تخصيصها للتطعيم ضد شلل الأطفال في وسط قطاع غزة. إقبال كبير من قبل الأهالي لتفشي فيروس شلل الأطفال بين يعني أطفالهم وفلذات أكبادهم. هناك يعني تلقى الأطفال هنا دون سن العاشرة لقاح فموي وليس عن طريق الجلد، وهناك يعني حث الناس بضرورة التوجه إلى نقاط الرعاية الطبية والنقاط الطبية في كافة محافظات القطاع وخاصة في وسط القطاع، ومن قبل وزير الصحة الفلسطينية الدكتور ماجد أبو رمضان، وتحدث بأن هذا اللقاح آمن تماما. ولاحظنا يعني إقبال كبير وشاهدنا الناس مع أبنائها يتوافدون إلى نقاط التطعيم المختلفة في وسط قطاع غزة. وستنتهي هذه الحملة في وسط القطاع بعد 4 أيام، وتبدأ الحملة من الساعة 9 أو الساعة 8 صباحا حتى 2 بعد الظهر. وستحاول وزارة الصحة بالإضافة إلى الشركاء منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف الوصول إلى 95% من الأطفال لمنع تفشي هذا الفيروس، لكن تحديات كبيرة تواجه الحملة جراء يعني عدم وجود الأمان في كافة محافظات قطاع غزة، علما بأن وسط قطاع غزة الحملة ستكون في مناطق يعني مخصصة في أماكن هناك ليس بها حملات للتطعيم مثل مخيم المغازي ومخيم البريج، وبعض النقاط في مدينة دير البلح أيضا ليست ستكون بها حملات كونها ليست آمنة كما يصنفها الجيش الإسرائيلي. فبالتالي ستكون هناك يعني تحديات أمام الأهالي للوصول إلى تلك النقاط الطبية من أجل تطعيم ذويهم وأطفالهم، وأيضا سيقطعون مسافات كبيرة لربما من أجل الوصول إلى هذه النقاط. فبالتالي هناك تحديات للأهالي كون الطرق أيضا هي متهالكة وتم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على محافظات قطاع غزة. أيضا النزوح، دوامة النزوح المتواصلة هي أيضا ضمن هذه التحديات.